يا مودي، شو الاخبار؟ الله الحمد لله. كيف مساء الخير متابعي برنامجنا كوره وبس. اليوم عندنا مباراه منتظره جدا والكل يتحدث عنها، المباراه اللي تجمع ما بين منتخب باور لكره الطائره وكذلك منتخب باكستان ضمن بطوله النخبه الدوليه. مباراه للامانه الصحف كلها تكلمت عليها وكان في كلام كثير قبل المباراه لعده اشياء من ضمنها القائمه المستدعات ومن راح يكون حاضر في المباراه ومن اللي راح يكون غايب. بالنسبه للقائمه المستدعات عندنا اللاعب رقم واحد وهو اللاعب فارس، مع العلم انه في كثير من الكلام بان اللاعب فارس انضم انه ابن رئيس النادي وكان فيه في الموضوع من شكل عيال ما حضر مباراة دولية، ولكن ننتظر توضيحات اكثر في قادم الايام. اللاعب الثاني عندنا خالد بلو، لكن اللاعب الثالث عندنا الضرس ركان، اللاعب الرابع عندنا ريان، واللاعب الخامس هو زياد بن سميح، والكابتن كابتن الفريق في هذه المباراة راح يكون هو اللاعب ابراهيم العدل، المدرب الكبير حليش اللي استلم تدريب المنتخب في الفترة الأخيرة، وكذلك هذا المدرب أتى منه بعض القرارات الغريبة من ضمنها استبعاد اللاعب روب واللاعب طلال فارس وكذلك اللاعب عبد العزيز. كثير من الكلام كان على انه ايش معنى يعني يستبعد اللاعب روب في ظل انه روب قاعد يقدم مستوى طيب ومستوى كويس الفترة الأخيرة، روب هو في قمة مستوى الفترة الأخيرة صادرة من المدرب هو مسؤول عنها بانتظار يعني توضيحات وتفاصيل أكثر من المدرب حليش. اللي استلم تدريب المنتخب في الفترة الأخيرة، وكذلك هذا المدرب أتى منه بعض القرارات الغريبة من ضمنها استبعاد اللاعب روب واللاعب طلال فايروس وكذلك اللاعب عبد العزيز كمسك. كثير من الكلام كان حاضر على أنه إيش معنى يعني يستبعد اللاعب روب في ظل أنه روب قاعد يا حبيبي مدرب يسوق أمه ولا ليش؟ يا أخي تكفى، والله بدعت في المباراة الأولى، إيش فيه؟ كلنا عارفين اقسم بالله، ترى طردك انت وروب مره ما له اي داعي، لكن شو نسوي يا اخي؟ طب هو شكلها عشان الاصابه؟ يلا ممكن عشان الاصابه، ممكن انت وروب والله ما لكم داعي، اقسم بالله ما لكم داعي. ما عليك ما عليك، باذن الله المباراه الجايه اقسم بالله العظيم يا ان نلعب انا وانت سوا يا ما عليك. عمي دز امه. هلوش شو بغيت؟ هلا أما نايم. هاي. إيش صاير؟ إيش صاير؟ شوف قم 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 شو راح قم قم. وش هو؟ تكلم يا ولد تكلم، قل لي. قم يا أخوي قم. قل لي طيب تكلم، وش فيه؟ انضميت للمنطقة الضوء. تحداك صادق؟ ربي المتعب إنك انضميت. وما قالوا متى مباراتنا ضد ذا باكستان؟ نعم كل الصحن. الله يبشرك بالجنة، الله يبشرك بالجنة يا رب. يلا شكرا شكرا. شكرا شكرا. كلنا نعرف تطبيق الموفر اللي يوفر لك اكواد خصم في اقوى المواقع العالميه يا جماعه الخير. الان تبغون تفوزون بايفون 14 برو ماكس اخر شيء نزل، شروط سهله جدا. اذا تبغى تدخل السحب على ايفون باسهل طريقه هي كالتالي: ابحث عن طريق جوجل عن كود خصم نمشي الموفر، اضغط على رابط الموفر من خلال نتائج البحث نفس هذا الرابط اللي طلع امامك الان، واحذر التقليد، ترى كثير من المواقع ممتحلين شخصيه الموفر، لذلك تاكد ان هذا الموقع هو الموفر. اذا دخلت الموقع الموضوع بسيط جدا، دور على هذا الفانوس واضغط على الفانوس وبتلقى الصفحه اللي فيها السحب على الايفون. شروط السحب كلها مجانية 100%، كل ما نفذت شروط اكثر، مثلا تابعت حساب الموفر في انستغرام او تابعتهم في اي مكان، بتزيد فرصتك على الفوز بالايفون. رابط الموقع بتلقونه تحت في الوصف، وايضا التطبيق، واحذروا التقليد. مستر ابراهيم، مستر حليش، ما هي الاستعدادات التي تقدمونها لخوض هذه المباراة؟ هي مباراة كبيرة، فيكون انك تستضيف مباراة اولى دولية في فيلا باور، لكن ما نخافوش، عندنا رجال قادرين على مزاولة اي مباراة بقيادة ابراهيم ككابتن، وفالهم التوفيق ان شاء الله. ما هي مدى ثقتك مستر حليش في ابراهيم واعضاء الفريق الباقين؟ هي تكاد ان تكون الثقة معدومة من باب المصداقية مع الجمهور ومعك اخي الاعلامي، ولكن في ظل وجود الروح كل شيء ممكن. في حال أننا نجيبوا 100,000 لايك، الجمهور إن كانت لديه الروح وهم قادرين على ذلك، فلا تنسون اللايك والاشتراك أيضا. بإذن الله بإذن الله نجيب المباراة بإذن الله، وأخيب ظنك يا المباراة أم اللايكات؟ أنت لا تعجب لايك والاشتراك. مرحبا يا أولاد. مرحبا يا كوتش. أنا كوتش. اليوم يوم الانتقام، يوم الجرينتا يا رفاق، هذه أهم ليلة في فيلا باور. رجعك الأعداد؟ رجعك الأعداد؟ تفضل يا كوتش. غط سيقانا خطيها. اولا نرحبوا برئيس النادي اللي عمل انتدابات كبيرة في الميركاتو الصيفي، واستاذ عبد الله. السلام عليكم. السلام. اصحى اجلس هنا.
خليك هنا خليك هنا بس شويه. الله يعافيك. السلام عليكم جميعا. سلام. الله يعطيكم العافيه. الله. المنتخب اللي قدامنا ترى قبل شويه جيت من عنده. يده اكبر من ابو خليل. يد الواحد اكبر من ابو خليل، ولكن جبت لكم اليوم لاعب محترف، لاعب غير العاده، لاعب طويل القامه، جايبه لكم من السويد. زلاتان بس ما هو ابراهيموفيتش. تفضل. قطعهم ابو شو. سلم على المدرب. المدرب هذا مدربنا كمان. حياك الله. يا مرحبا ومسهلا. ولا لا حطك في الدك. سلموا سلموا على البعض. ايوه يا رفاق طبيعي. روح الفريق روح الفريق. ايوه روح الفريق. ايوه ظهري اخصم عليه اخصم عليه هذا اخصم اخصم عليه. هم يا رفاق يمتازون بالقوة البدنية، ولكن هذا مش موضوع. عندنا اجسام رائعة في الفريق. قمنا باستبعاد مثل ما شفتم روب، لانه لاعب لا توجد لديه. انا اشوف والله مدرب اخطأت، اقسم بالله روب كان علامة فارقة. انا صدمت جدا. لا اقوم بسؤالك واحترم حدودك. قبل لا تبدأ قبل لا تبدأ هذه الخطة سنقوم بوضع الرسم التكتيكي. لحظة لحظة. يا سلام يا سلام يا رئيس النادي الطفران. اللاعب رقم 8. الجوكر. زلاتان ما هم ابراهيموفيتش. نقوم بشرح التكتيك، لانك انا لا اهتم بالنجوميه، تهمني روح الفريق في المقام الاول. انت قم بتشكيك في قرارات فنيه نقوم بدراستها 3 اشهر. فمن انت يا حشر؟ راح تمسك الدك. نايد راح هذه الدكه. طبعا عندنا 2 من برا. تمام. طيب اللاعب الجديد ابراهيم سلطان تفضل. انت راح تكون في دور الكبس، سقوم بالكبس. اجي هنا؟ لا لا هذا دورك. هذا الشبك، فلنفترض انه هذا الشبك. جميل. انت ستكون هنا راكان في الاستقبال. جميل. شباب لا خوف لا خوف لا خوف. ازهلني الله يطول عمرك. هنا لا هذا ركان، رغم انه يعني يشبهني انا بالفعل، ولكن ركان استقبال ريان عدل. احمد سيقوم بالكبس. هذا خالد بلو لانه لا يجيد اللعب فسنضعه خارج الملعب. في حالة ان الكرة كانت قريبة من هنا باستطاعتك ان تدخل. غير ذلك لا تراك عيني في الملعب فانت دب. يا هرش كوتش المفروض تدعم المعنويات. تفضل. بسيطة. هذا هو التكتيك يا شباب. بسيطة. عندهم واحد في الامام هذا لاعبهم. ولا نرجع ورا شوي في حال الكبس لانهم اقوياء جدا يا الذين. طيب كابتن الفريق حسب ما راينا في الاعداد والمعسكر ابراهيم. تحية لابراهيم فوز. سنت ابراهيم. لا يفوزون علينا وهم اتي من الخير. نريد ان نفوز في هذه المباراة. لن يفوزوا سوف يكون هنالك مكافآت. قل 100,000 ريال لكل حوال. يلا التمارين يا شباب. يلا يلا شباب جاهزين جاهزين. برافو احسن احسن. برافو يا شباب. برافو برافو احسنتوا. استماع ليادي اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم لو امثل هذا المكان لو امثل هذا المكان خير تمثيل خير تمثيل في المحافل الدوليه في المحافل الدوليه والمحافل المحليه والقاريه والمحافل المحليه والقاريه. الله اكبر الله اكبر. ان شاء الله وين 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 السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا 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 حبيبي ان شاء الله. شوف السلام عليكم اليوم. شوف السلام عليكم. قوي شوف من قوي. تعال شيل يا وقاص. شوف ان شاء الله. هلا وقاص. ايوه وقاص فاهم كويس انت يا مدربنا. مدرب خير تمثيل اقسم بالله. انت قسمت لي يا سيدي القسم القسم حقك القسم. ما عليه بقى كنت بشوف المرجع. قلت لك يا رب ان شاء الله تيما. يلا 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 بسم الله.
واحد صفر. اثنين صفر. يلا يلا صفر. تبون روسي يا عيال روسي؟ اي روسي روسي. مكان فاول. ليش؟ اساس من داخل الملعب. 7 2 العب يلا جميل خلص. سفن حلوة حلوة 11 7 11 7 لاست. يلا ابو خليل ارسل فر خلنا حلو تعال يا عمري ابراهيم حلوه
سنة في السعودية لم أشعر أني في غربة قط ولا مغربة أبو سعود الفلوس فلوس 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 الآن أبشر أبشر جيبوا الفلوس جماعة الخير الآن التيشيرتات الجديدة متوفرة في المتجر لا تنسون اللايك والاشتراك يعطيكم العافية على المتابعة استخدموا كود إبرة مع السلامة